ليه نعمل محكمة المحاماة؟ مش عشان نعلم القانون. أنا مش هعلم في معهد المحاماة قانون. القانون أنت تتعلمه لوحدك، تدرسه، تاخد دبلومة، تاخد دكتوراه، تدرس في أي حتة، تسمع مذكرة، تسمع مرافعة، تقرأ مذكرة، تسأل الأستاذ صلاح، تروح هنا، تروح هناك، تتعلم بنفسك. لكن التقاليد والقيم هي دي اللي احنا لازم نتعلمها مع بعض. لازم تبقى محامي من أول شكلك لغاية آخر نقطة، لأنك إذا فقدت المحامي اللي بيستهتر بطلبنا في إنك تبقى ملتزم بالزي بالبدلة كاملة في تعاملاتك، مش فاهم يعني إيه محاماة. مش فاهم إن المحامي لا يقل شأناً ولا قيمة ولا قامة عن القاضي أو وكيل النيابة. والمحامي اللي يشعر إن هو أقل من وكيل النيابة أو من القاضي ما هوش جدير يبقى في صفوف المحامين، وعليه أن يغادرنا، مش عايزينه. احنا عايزين ناس عندها عزة واعتزاز بشكلها ومظهرها علشان تبقى مقبولة. والمظهر جزء هام جدا جدا في توصيل رسالتك، في الاستماع اليك. هو لما يسألك القاضي او وكيل النيابة هو انت محامي، مش ده بيقطع عليه 50% من القبول؟ ده شاكك انك محامي من المظهر كده، شاكك انك محامي. لازم يبقى شكلك مظهرك في هذا الامر، فلازم تحافظ على هذه القيمة. المحامية كذلك، مش ضروري المحامية يبقى لها بدلة. احنا ما عندناش شروط المحامية، ما عندناش شرط تبقى محجبة ولا منقبة ولا من غير، لا. الحد الأدنى من الاحتشام اللي انا بشوفه في بناتي ابناء الأسرة المصرية العادية الطبيعية، هو ده اللي مطلوب، هو ده اللي مطلوب، اللي يعصمهم ويحميهم من اي عدوان ذهني او بصري. هي دي القيمة اللي احنا عايزينها. انا مش عايز محامية تقف بلبس كاشف او قصير او ملتصق او غيره، ده امر يسوء لها ويدخلها في بوابه مهينه نحن لا نقبلها عليها ولا على المحاماه. ومن الانف الصاعد كل النقابات مسؤوله فرعيه وعامه عن الحفاظ على هذا المظهر ومتابعته وتقديم المقصر المتعمد للمساءله التاديبيه. مش هنفرط في دي، لانها جزء من الهيئه العامه، من الهيبه العامه للمحاماه. انتوا مش هتبقوا محامين بجد الا اذا كان لديكم احساس من حيث الشك بانك محامي الاول او محامية من الاول. عايزين تلبسوا اي حاجة البسوها بره بقى، في البيت، في النادي، انما في المحكمة، في قلم المحضرين، في النيابة، في اسم الشرطة، في مديرية الامن، في الخبرة، لازم تبقى محامي. انا ما اعرفش غير كده. انا كنقابة ما اعرفش غير كده. انا كنقيب ما اقبلش غير كده، لأن دي قيمة في غاية الأهمية. مش بس الشكل، مش بس الشكل. احنا جينا نقول لكم وننبهكم، انتوا اقسمتوا قسم محاماة عظيم جدا. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال. يعني ايه الأمانة والشرف والاستقلال؟ هي كلام وخلاص؟ لا، مش كلام وخلاص. انتوا مدركين، واحنا من الأجيال اللي مدركة، انه دي لها استحقاقات. لها استحقاقات طبعا، لها شروط. انه المحامي لازم يبدا نقطه البدايه عنده احترام النفس، يحترم نفسه. احنا في بيوتنا كده اتقال لنا متربينا واحنا صغيرين احترم نفسك. الجمله دي ليها 100 تطبيق بلغه الفيس، ليها 100 تطبيق. تطبيق انك لما تحترم نفسك هتعرف ان الاحترام مش مقرر لمصلحه اللي بتحترمه، ده مقرر لمصلحتك انت. والاحترام ما دام هو مش مقرر لمصلحه من تحترمه بس، ده مقرر لمصلحتك انت بالضروره وبالاصاله، يبقى لازم تحترم الصغير قبل الكبير. لازم تحترم الحاجب والعسكري والمواطن العادي وعامل البوفيه وحاجب الغرفه قبل ما تحترم القاضي، او بما لا يقل عن احترامك لكل الناس دي. لأنك لو قصرت احترامك على القضاء والمستشارين واللواءات تبقى بتنافق، تبقى خايف، يا بتمالئ يا بتنافق يا بتداهن، يعني عندك الشجاعة انك انت خايف منهم بس. لا، الاحترام قيمة كلية غير قابلة للتجزئة، قيمة كلية غير قابلة للتجزئة. يعني ما ينفعش الإنسان يحترم الكبار بس، لا، يحترم الكبير والصغير، الكبير والصغير،
واذا ما عملتش كده بتبقى فاهم الاحترام غلط، فاهم القيمه الكليه غلط. زي كل قيمه من القيم الكليه، مش ما ينفعش الامانه دي تتجزا ازاي؟ يعني ينفع الانسان يبقى امين هنا ومش امين في الحته دي؟ امين الصبح وبعد الظهر مش امين؟ امين في المحكمه وفي المكتب مش امين؟ لا، الامانه قيمه كليه، قيمه كليه لازم تمارسها بشكل كلي بشكل جمعي. لو بعضتها او جزأتها تبقى ما خرجت من دايره الامانه. فلابد ان تكون داخل من هذه البوابه، بوابه الاحترام الملتزم بكل القيم. احنا انتوا بتتكلموا على مسؤوليه، هو المحامي ده زي ما بيقول كفاله حق الدفاع الدستور، ده مش بيهزر. ما انت كمان لازم تبقى قد ده. يعني ما ينفعش الدستور يتكلم عن كفاله حق الدفاع وتعظيمه ودوره واستقلاله، والدستور يقول لك الحمايه، وانت ما تبقاش قد المسؤوليه دي. ما تبقاش ملتزم تجاه موكلك بالامانه، تجاه خصم موكلك بالامانه. ايوه طبعا، في محامين بتفتكر انها لما تنجح في انها تغش الخصم وتكسب غير المستحق لموكلها انها نجحت، دي شطاره. لا، دي شطاره، ده نصب، ده احتيال. مش هي دي المحاماه. المحاماه فروسيه، انك تبقى فارس. ما ينفعش تجي لك نوت زميلك خصمك في الدعوه عرضا وعشان حد يحضرها فانت تاخدها وتحطها في جيبك عشان ما حدش يوصل لها في القضيه الشطر، او الدفع يفوت اللي موجود في الورق وتقول انا شاطر، انا محامي شاطر. لا، كده مش شاطر، كده انت مش محامي، كده انت مش ممكن تبقى محامي. المحاماه فروسيه، لازم تبقى فارس قادر على المواجهه. ما تدافعش عن حد انت مش مقتنع بانه صح الحق. ما تاخدش من حد مش حق، تاخد حق الناس عشان تديه لموكلك باعتقادك او بشطارتك انه ده انتصار علشان هتاخد اتعاب كويسه منه. لا، ده امر في غايه الخطوره، امر في غايه الخطوره. وانا بقول لكم من البدايه كده لازم تكونوا فاهمين، المحاماه مش ممكن تكسب بيها او تنجح فيها بالطريقه دي. في ناس كتيره تاخدها مره اتنين تلاته عشره بس بتتحرق، بينتهي الامر يروح السجن، او انه الناس تقول خلاص. لا، ده هو انت لو تعاملت كمحامي مع مواطن وغشيت خصمه وجبت له حق مش حقه وكسب القضيه، هيجي لك تاني؟ مش هيجي لك تاني، لانه عارف ان انت ممكن تعمل فيه اللي انت عملته في الاخرين، وبالتالي هي مسؤوليه كامله على بعضها. دي القيمه، دي القيم اللي انا عايزكم وعايز المعهد يدرسها للابناء. وانا بقول لك اهو، انتوا عندكم شيوخ عظماء فعلا من المحامين، انا عارفهم كويس. لازم دول يبقوا موجودين في المعهد، مش علشان يدرسوا قانون، انما عشان يدرسوا لاولادهم ازاي يبقى محامي، ازاي يتكلم، ازاي يترافع، ازاي يختلف، ازاي يتخانق، ازاي يختلف وازاي يتخانق اذا كان في خناق، اذا استخدمنا هذا اللفظ البغيض. احنا لازم نتعلم كده، ودول اللي يعلموكم. وانا بقول المعهد المره دي لازم يبقى فيه تقسيم لمجموعات، مش محاضرات وخلاص. انا عايز يبقى فيه مجموعه ياخدها الاستاذ صلاح القفص ويبقى مشرف عليها، ومعاه 30 40 واحد يراعيهم ويكتب عنهم تقرير بحالتهم المهنيه وادائهم وسلوكهم، ويبقى راعي مقرر اسره، جلال شلبي يبقى مقرر اسره كده. انتوا عندكم عظماء موجودين معانا النهارده في القاعه، وغيرهم مش موجودين. لازم يمارسوا معانا دول، لازم يتعبوا معانا، ولازم تكلفهم، وما ينفعش يتنصلوا من المسؤوليه واصبح عليهم عبء في هذا الامر، علشان ولادنا دول اللي قاعدين يتعلموا المحاماه صح، ياخدوها من لسان ومن قرار مكين، قرار صحيح. لانه من غير ده مش هيبقى في محاماه، من غير ده ما فيش لازمه. هو المحاماه كده وخلاص، كتاب وخلصنا ونص ومذكره ونمشي؟ لا، محاماه شيء رفيع. اخوانا الدفاع ده، دي صيغه اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بيها، ان الله يدافع عن الذين امنوا.
الدفاع قيمة كبرى، حاشا أن يعني أن نحاكيه، ولكن نحن نحاول أن نؤدي هذه الرسالة المتواضعة فيما بيننا. فإذا كانت الرسالة الكريمة دي أنت مسؤوليتك، فلازم تبقى أدى هذه المسؤولية وبقدر هذه المسؤولية، ولديك المسؤولية والإحساس بالمسؤولية في أداء هذه المسؤولية. إذا خرجت منها ما عادش لا محامي، واللي مش عايز يبقى محامي. وأنا برضو رسالة مهمة حابب أدخل حضراتكم، اللي مش ناوي فيكم يبقى محامي أو مش حابب يبقى محامي ما يكملش، ما يتعبش نفسه، ما يضيعش وقته، لأنه في النهاية هو هيجد نفسه وهيجد من حوله. المحاماة دي عايزة اللي عايز يبقى محامي، اللي عنده الاستعداد إنه يبقى محامي. أنا مش بطالب الناس تبقى يعني محامي، لا، لازم تبقى محامي أنت أصلاً حابب تشتغل في المحاماة. إذا ما أنتش حابب تشتغل في المحاماة مش هنقدر نشرب لك معناها، محدش هيشرب لك معناها. يبقى أنت مش هتكسب حاجة ومش هتستفيد، مش هتستفيد حاجة منها، لأنه أنت في النهاية مسؤول عن نفسك وعن إنك تخطو الخطوات التي تؤهلك والتي تؤدي بك إلى الرقية، إلى أعلى المستويات. أيضا فكرة المجاميع فكرة لازم نبحث لها عن طريقة نترجمها، لازم تترجم. إحنا دخلنا النهاردة مثلا تعاقدنا مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عنده معهد التدريب. معهد التدريب في إيه؟ بيأدي في الإلقاء، في اللغة الحركية، في كتابة السيناريوهات. أيوه، كتابة السيناريوهات. إحنا هنجيب الناس دي علشان تعلم ولادنا إزاي كيف يكون الإلقاء السليم، النطق السليم، اللغة العربية السليمة، الأداء الحركي السليم، كتابة المذكرة، كتابة السيناريو. كتابة السيناريو عن مذكرة، هو الموضوع، مذكرة الدفاع هو سيناريو لقصة لها مقدمة ولها موضوع ولها خاتمة ولها دفوع ولها. إذن إحنا مش ساكتين كنقابة عامة، حريصين عن إن إحنا نقدم جديد مضاف إليكم علشان تبقى القيمة والفائدة مضاعفة وواصلة إلى الحد المقبول الذي يؤهلكم لتحمل المسؤولية، لأن أنتوا في النهاية أنتوا الأجيال اللي جاية اللي هتتحمل مسؤولية المحاماة، وأنتوا أيضا اللي هتحصدوا ما يجري الآن من أداء حسن ليها. وأيضا إذا كان الحصاد حصاد مش سليم أنتوا اللي هتتحملوا مسؤوليته، فلازم تبقوا على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الأداء. إحنا لازم نبقى على قد هذا الدور. المحاماة مش بس بتدافع عن حقوق الأفراد، المحاماة إنك تدافع عن حقوق الوطن، المحاماة إنك تفهم القضية الوطنية صح، ما تفهمهاش من زاوية صح، من زاوية حزبية. أنا لا عايزك تبقى بتاع معارضة، ولا عايزك تبقى بتاع حكومة، ولا عايزك تبقى في حزب مش عارف الناصري، ولا في حزب الوفد، ولا في حزب إيه، لا، أنا عايزك تبقى صاحب رسالة قومية في الدفاع عن القضية الوطنية بتاعتك.